اولا انا مبسوط جدا ان انا موجود في اول فيرجن للفوتبول اكسبو. بصراحه الايفنت معمول بشكل بروفيشنال جدا وهي حاجه مطلوبه جدا في الاندستري. مجال الكوره في مصر مجال كبير وفي صناعه متقدمه جدا ومطلوب ان يتعمل ايفنتس بالشكل ده تربط ما بين الصناع اللي في المجال ومع الناس اللي هي عايزه حابه تخش المجال يعني يبقى في فاليو للناس اللي هم اللي بيحضروا وفي نفس الوقت يبقى في انوف اديوكيشن وانوف ريسورسز للناس اللي عايز تخش الاندستري بشكل كويس. المجال محتاج اولا ناس اكتر ذو خبره او ذو الكومبتنس او الكفاءه ان هم يبقوا موجودين في المكان الصح. الناس المتعلمه, الناس اللي عندها من الكفاءه او من الخبرات اللي تقدر تدي بشكل كويس. ومحتاج ان يبقى فيه ليجل فريم ورك, المناخ القانوني المحترم اللي الانديه والاتحادات تقدر تحترمه وتبني عليه. لان انت الصناعه عشان تبقى قويه لازم يبقى فيه احترام للوائح والقوانين, ولازم دي الف ب او اي بي سي يعني زي ما بيقولوا بالنسبه للاندستري. انما في على مستوى التسويق او على مستوى البراند والمستوى الكوره في مصر عامه بشكل عام, اعتقد في تطور حصل كبير جدا في السنين اللي فاتت, خصوصا في حته السبورتس ماركتنج ان جنرال. يعني بقى في انفستمنت محطوط كويس وفي ناس بتحط وقت وفلوس اكتر في الحته اللي شايفين فيها فاليو, شايفين فيها ريتيرن ممكن يحصل, عكس زمان ما كان في يعني اكتر كان الرياضه بتبص لها ان هي بصت ان هي نشاط او حاجه زي كده. نادي النجوم احنا الاستراتيجي بتاعتنا مبنيه على زي ما بيقولوا الفيدر كلوب, اللي هو النادي اللي بينمي لعيبه وبعد كده بيقدر ان هو يبيعها او يحصل يعني بيبيعها او بيسوقها لانديه في انديه قمه يعني في الدوري الممتاز. احنا حاليا النادي في السنه دي احنا اكتر نادي محقق عائد من بيع اللعيبة على مستوى مصر, رغم ان احنا في الدرجة الأدنى مش في الدوري الممتاز. وده دليل ان احنا ماشيين بخطة ثابتة وطريقة صح according للبلان اللي احنا وكي بي ايز اللي احنا حطيناها. عندنا السنة دي كريم فؤاد ومحمود صابر ومحمود جهاد, ثلاث لعيبة امبي واهلي سوري الاهلي واهلي وبيراميدز وفاركو, بيثبتوا ان احنا ماشيين على موديل اللي هو الفيدر كلوب ماشيين فيه بشكل ثابت, رغم ان النادي مش موجود في الدرجة الأعلى. انا بالنسبة لنا طبعا ان احنا موجودين في الدوري ممتاز بتبقى بتساعدنا جدا في الموديل بتاعنا, ان هي بتبقى فاترين عرض ان احنا نقدر نبيع اللعيبه بتاعتنا بشكل احسن. ولكن ما هواش البرايمري فوكس بتاعنا وما هواش اتس باي برودكت للنجاح بتاعنا اون جراوند. لكن الهدف الاسمى او الاكبر بالنسبه لنا كمنظومه وكشركه ان احنا نحقق بيع اللعيبه وتطوير اللعيبه بشكل مميز, ان يبقى اللعيبه بتاعتنا بيبص لها بصت ان هم لعيبه مميزه ولعيبه على مستوى عالي وكواليتي عالي. وده اللي حققناه مؤخرا مع الشراكه مع نادي بنفيكا, ان هم ادوا التطوير اللعيبه بشكل محترم وبشكل اكوردنج للانترناشونال او الستاندردز بتاعت اوروبا, وقدرنا ان احنا نطلع جيل صغير من اللعيبه اللي هم 19 و20 سنه يدوا فاليو حقيقي ويدوا نقدر ان احنا نسوقهم. والحمد لله عاملين كويس جدا دلوقتي. لسه كريم فؤاد لعب امبارح مع الاهلي اول مباراه, وفي محمود صابر فنش سيزون السنه اللي فاتت كويس جدا مع بيراميدز, ومحمود جهاد برده نتنبأ له بمستقبل كبير جدا مع فاركو اللي هو نادي محترم جدا ونتمنى له كل التوفيق برده.